هذا العام ينعقد منتدى الإعلام العربي في دورته 18 تحت عنوان الإعلام العربي الواقع والمستقبل. لمناقشة هذا المشهد للإعلام في عالمنا معنا هنا في استوديو سكاي نيوز عربية المواكب لتطورات هذا المنتدى أولا السيدة سوسن الشاعر الكاتبة، وأيضا نرحب بالدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي. أهلا بكما. أبدأ معك أولا سيدة سوسن الشاعر، المشهد الإعلامي في دورته هذا العام يتحدث عن الواقع والمستقبل، ما الذي ينبغي من وجهة نظرك التمسك به من أجل الانتقال إلى مستقبل إعلام عربي مغاير عما نشهده الآن؟ ما الذي يجب أن نتمسك به؟ لا، إحنا لازم نعمل انتفاضة حتى ننتقل إلى المستقبل. الأحداث اللي قاعدة تصير، واقعنا، التحديات اللي أمامنا أكبر بكثير من أن إحنا نتمسك بالرتم اللي موجود عليه الآن. إذا كنا نريد يكون لنا تأثير في عالمنا سواء في مخاطبة الداخل ولا في الخارج، يجب أن يكون هناك قرار سياسي يحدث تغيير كبير في الإعلام، بالسرعة، بالأدوات، بالخطاب، باللغة، كلها بحاجة إلى تجديد وتغيير وتطوير لتواكب العصر. المشاهدين الآن، المتلقين الآن في كل العالم يلجؤون إلى وسائل التواصل ولا يلجؤون إلى الوسائل الإعلامية. دكتور ياسر، السيدة سوسن تحدثت عن قرار سياسي ربما يغير المشهد أو يطلق يد الإعلام أكثر، هل توافق؟ بدون شك أنه الإعلام هو نظام تابع وليس نظام رئيس، يعني الإعلام هو بيتبع السياسة في معظم وإن لم يكن كل دول العالم، وأنا مع فكرة أنه تكون هناك إرادة سياسية، لكن الإرادة السياسية تكون باتجاه تعزيز فكرة الثقة. يعني أنت سألتي عن ما يجب أن نتمسك به، ما يجب أن نتمسك به هو القدر الباقي من ثقة الجمهور في ما نقدمه له من محتوى، سواء كان هذا المحتوى إخباري أو غير إخباري، لأنه المشكلة الكبيرة تتعلق بتزعزع ثقة الجمهور في كثير مما يحصل عليه من وسائل الإعلام مع ظهور ظاهرة السوشيال ميديا وظهور أيضا ظاهرة التزييف والتزييف العميق. وبالتالي السياسة يمكن أن تلعب دورا في تعزيز بيئة الاتصال، في إتاحة الفرص لإصدار وسائل إعلام، في التعدد والتنوع اللازمين لموازنة الآراء، وأيضا في ضبط المشهد بحيث تكون لدينا أنماط محتوى تتحلى بالقدر اللائق من الثقة، لأنه بدون الثقة الجمهور يتركنا وينصرف، الرسائل تهدر ولا يسمعها أحد. ضبط الإيقاع سأعود إليه، فقط دعوني أذهب إلى مراسل سكاي نيوز عربية هنا سلطان البادي. سلطان، يبدو أيضا هذا العام تم إدراج التكنولوجيا بشكل كبير في منتدى هذا العام، حدثنا عن بعض التفاصيل الأخرى. نعم فضيلة، مثل ما نشاهد في يعني زوايا هذا المنتدى، هناك إدخال التكنولوجيا عبر الشاشات الذكية، أيضا أصبحت بعض القنوات الآن تروج وتطلق التطبيقات الذكية لاستخدام التكنولوجيا في وسائل الإعلام العربية، وهذا تطور واضح وملحوظ عبر التكنولوجيا. كذلك هناك نشرات أخبار باتت تدرج عبر برودكاست إن كانت في البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إدراجها بالتزامن مع منتدى الإعلام العربي. هناك أيضا ريبورت يقدم النشرات الإخبارية، يعني يوضع فيها عقل هذا الريبورت الرسائل المدرجة ويتم بثها بشكل واضح. هذه التطورات التكنولوجية التي تستخدم في هذا المنتدى هي عالمية، وهذا يدل أن هذا المنتدى، منتدى الإعلام العربي، يسعى في مواكبة التطورات على مستوى العالم في مجال الإعلام وتحديدا في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. فعندما نلاحظ وصول المؤسسات الإعلامية بهذه التطور الملحوظ في استخدام التكنولوجيا، نعرف أن هناك في تقدم سريع، وأجندة هذا المنتدى باتت تصل إلى مختلف الجهات في الوطن العربي. سلطان البادي، شكرا لك. نعود إلى ضيفينا. سيدة سوسن الشاعر، قبل قليل دكتور ياسر تحدث عن ضبط المشهد من قبل جهات سياسية ما،
لا أعتقد أنك توافقين على هذه النقطة، خصوصاً وأنه الآن أصبحت الروبوتات يعني دخلت المشهد وأصبحت تنافس بشدة. نعم، الروبوت الآن يعد نشرة الأخبار ويعني يلقيها مهدداً وظيفتك يمكن بعد. بالتأكيد. بس لا يعني أنا أتصور ضبط الإيقاع، لأن نحن بحاجة إلى أن هالفوضى هذه يعني نعود نمسك بزمامها. الآن أمام إحنا فبركات، غرف كاملة تتبع أنظمة حكومية، تتبع دول لصياغة أخبار مفبركة، لتوجيه رأي عام. أنت بحاجة أيضا إلى ضبط هذا الإيقاع حتى تعرفي يعني لا, لا, لا يقودوننا إلى حيث لا نبغي يعني. فالتشريع ضبط الإيقاع مفروض، ولكن بشكل لا يعني يعيق السرعة ولا يعيق المصداقية ولا يعيق حرية التعبير. هذا هو المقصود، إنما السرعة في تصحيح الأخبار، في قول الحق، لأن جيكي أخبار من برا مرسومة. الآن الفوتوشوب أصبح حتى هذه أداة قديمة، ممكن يطلعك أنت تتكلمين حتى بتحريك شفاهك وأنت تكون مفبركة العملية كلها. فهذا كله بحاجة إلى أن يكون هناك غرفة موازية تعمل بذات السرعة لمخاطبة الجمهور، لإيجاد البديل، لإيجاد المصداقية والحقيقة. بدونها أنت عرضة لكل ما يلقى عليك من الخارج. سيد ياسر عبد العزيز، ما مدى صعوبة السيطرة على أنماط كهذه؟ تحدثت السيدة سوسن الشاعر عن فبركات إعلامية وراءها أنظمة ودول، إلى أي مدى يمكن السيطرة وتوجيه أيضا البوصلة نحو الحقيقة في أي خبر كان؟ يعني في عام 2018 كان العنوان الإعلامي للعالم هو الفيك نيوز أو الأخبار الزائفة. العام 2019 يمكن أن يكون العنوان الرئيسي هو الديب فيك أو التزييف العميق. فكرة التزييف العميق هي اتباع آليات وتقنيات توصف بأنها هوليودية لكي تحكم الرسائل بحيث لا يمكن أبداً كشف زيفها. وبالتالي صدر كتابان مهمان خلال هذا العام، يعني في آخر 2018 وأول 2019. الكتابان يتحدثان عن أنه في ظل وجود هذه الآليات، آليات التزييف العميق، فسيتم تقويض مهنة الصحافة وتقويض الديمقراطية. ليه سيتم تقويض مهنة الصحافة؟ لأنه لن يكون هناك، إذا لم نحارب هذه الآليات وإذا لم نصلب رسائل إعلامية متزنة وصادقة وفورية للرد عليها لتطوق أثرها، سوف تسود هذه الآليات، وبالتالي مهنة الصحافة تضمر والديمقراطية تضمر. لماذا الديمقراطية تضمر؟ لأنه لن يكون هناك أي كلام يمكن البناء عليه أو اتخاذ قرارات على أساسه، لأنه ممكن مثلا يطلع أي شخص، وليكن مثلا الرئيس ترامب، ويطلع يقرأ القرآن كما يقرأ أي شيخ عربي. وبالتالي الخطورة الكبيرة هي كيف نبني مصداقية وسائل الإعلام النظامية العربية، وكيف نطور أداء هذه الوسائل لكي تستطيع أن تنافس، وثالثاً كيف نضبط المشهد في السوشيال ميديا فيما يتعلق بالممارسات الحادة والمسيئة والمضللة والمفبركة التي يمكن أن تقود الأمن القومي لمناطق كثيرة ولدول كثيرة. الحادث الذي وقع في نيوزيلندا نحن نعرف أن وراءه شبكة من الإنترنت المظلم، وراءه شبكة من وسائل التواصل الاجتماعي، وأن هذا الرجل كان يبث ما يفعله بثاً حياً على فيسبوك. إذن هذه الوسائط يمكن أن تكون مقتلنا جميعا، لا يكون أبابنا أبدا حل سوى تعزيز البنية الاتصالية التي نمتلكها، اللي هي وسائل الإعلام النظامية، التلفزيون، الإذاعة، وكالة الأنباء، وأيضا أن نرسي الضوابط اللازمة لكي نطوق ونقود ونحارب ونحجم هذه الانفلاتات على مواقع طيب. التواصل الاجتماعي. سيد ياسر عبد العزيز، أنتوا عندكم في مصر عبارة المشاهد عايز كده، هذه إشكالية كبيرة سيدة سوسن الشاعر، يعني كيف يمكن ضبط المشهد وهناك يعني أنماط من المشاهدين أو من متابعي السوشيال ميديا يعني يعجبهم ما يبث، يجدون فيه نوع من الإثارة مثلا، يجدون فيه نوع من الخروج عن المألوف؟ خليني أستشهد برئيسة وزراء نيوزيلندا.
هذه السيدة عندها ذكاء إعلامي، وأنا كتبت مقال حول هذا الموضوع، استخدمت كل الوسائل اللي إحنا نخشى منها بشكل إيجابي ووجهته، فقلبت الصورة بالكامل. يعني أنا كان ممكن أربط نيوزلندا إرهاب، نيوزلندا حادث بشع، نيوزلندا شيء مرعب خوف، لكن الآن بعد ما هي استخدمتها بشكل إيجابي وذكي أصبح عندي نيوزلندا تسامح، نيوزلندا رقي، نيوزلندا إنسانية. ما هي العناصر التي ركزت عليها؟ سرعة في اتخاذ القرار، عندها أقل من ساعة بعد الحادث أنها تظهر وتستخدم نفس الأدوات السريعة اللي هي السوشيال ميديا وقناتها الرئيسية، منصة فقط، إنما الانتشار عبر السوشيال ميديا، شفنا عبر السوشيال ميديا انتشر لابسة هي الحجاب، طريقة سلامها، استخدامها للآيات القرآنية، طريقة الحضن واللم، كلها لغة الجسد، هذه استخدمت هذا الذكاء في إيصال رسالة إعلامية ذكية قلبت الحكاية. إحنا نسينا الشخص وبدينا نتذكر هذا الشعب المتسامح، مش بس هي، حتى البقية المسؤولين، شوف الشرطة، شوف الإعلاميين اللي هم مسلمين نيوزلنديين أعطيوا فرصة أنهم يتكلمون، واستخدموا هذه في منصات أخرى. أنا وصلني بالواتساب، وصلني بتويتر مذيعين نيوزلنديين مسلمين يتكلمون بتأثر، أو المشاهد اللي شفناها في الصلاة بعد الجمعة اللي ابتلتها، يعني نعم نعم نعم، كل هذه أنا نفس الأدوات ولكني استخدمتها فيما يخدم أجندتي أنا كبلد معرض للتهديد. كلام مهم قالتها السيدة سوسن الشاعر. كيف ترى مستقبل الإعلام في هذه الحالة في ظل الأمثلة التي أعطتها؟ يعني هناك اتجاهات رئيسة في مستقبل الإعلام. الاتجاه الأول هو زيادة نمط الاعتماد في التزود بالمعلومات والأخبار والترفيه على وسائل التواصل الاجتماعي مقابل وسائل الإعلام التقليدية التي نعمل فيها جميعا نحن الثلاثة، وبالتالي المستقبل يذهب في هذا الاتجاه، اتجاه وسائل التواصل الاجتماعي. النقطة الثانية تتعلق بتدفق العائدات الإعلانية، والآن نحن نتحدث عن 50% من عائدات إعلان العالم تذهب إلى تلك الوسائط الرقمية، وبالتالي تنسحب من مجال تمويل وسائط الإعلام النظامية. النقطة الثالثة تتعلق بغياب القدرة المطلوبة للسيطرة على مجال التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالصدقية واتقاء الممارسات الحادة مثل خطاب الكراهية والتحريض على العنصرية والعنف، وبالتالي ستبقى هذه الوسائط لفترة دون أي ضابط أو رابط إلا ما يرتضيه المستخدم لنفسه، وهذه مسألة خطيرة جدا. رابعا أن العالم بدأ يلتفت لهذا الأمر، بدليل أن قمة الـ20 التي ستعقد في أوساكا في اليابان في يونيو حزيران المقبل ستناقش هذه القضية، كيف نضبط هذا الأداء. أشكركم، أشكرك شكر جزيل دكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي، الشكر أيضا للكاتبة سوسن الشاعر لمشاركتكما معنا هنا في استوديو سكاي نيوز عربية في منتدى الإعلام العربي بدبي، شكرا جزيلا.